المرأة مثلا بالذات في الستينيات لما كنت لسه موجود أنا هناك قبل السبعينيات والثمانينيات كانت فعلا فريسة كاملة للإعلان. يعني مثلا المكياج ده كان بيتصرف عليه حاجة بتاعت 8 أو 10 بليون دولار في السنة، وعملية سحق دائم بحيث إنه المرأة كانت تبقى غير سعيدة باستمرار بوضعها مهما بلغت، لأنه بيضع مقاييس من الكفاءة المستحيلة، فتتحول أحلام الإنسان دائما ورؤيته لنفسه إلى كوابيس. أي أن المرأة يعني كان الأول الإمبريالية مبنية على التمدد في السوق العالمي، دلوقتي أصبحت إيه؟ أن نفس الإنسان سوق آخر في التمدد اللانهائي باستمرار، وكل ما يتمدد ويستريح الإنسان ويجيب العربية اللي قالوا عليها يروحوا متمددين له من حتة تانية فيجيب، بعدين بعد ما يجيب العربية يقولوا البيت والميك أب والمش عارف إيه.